السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقتصاد اللي راح نأخذكم فيها اليوم عن قطاع حيوي ومهم في دولتنا قطر، حيث تمكنت بورصة قطر من ترسيخ مكانتها كأحدى أبرز أسواق المال الإقليمية، وذلك بفضل سعي إدارتها في تطوير أدواتها الاستثمارية فضلا عن مشاركاتها في صياغة التشريعات الكفيلة بجذب رؤوس الأموال الخارجية. ومع مرور الوقت مشاهدينا الكرام أصبحت بورصة قطر ثاني أكبر أسواق المال العربية من حيث القيمة السوقية، وذلك بفضل احتضانها ل 45 شركة مساهمة عامة تصل قيمتها الإجمالية لنحو 580 مليار ريال قطري. اليوم في برنامج اقتصاد يسرنا أن نستضيف معنا السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ليحدثنا عن أبرز ما شهدتها البورصة من تطورات في الآونة الأخيرة. أخوي راشد يا مرحبا بك في برنامج اقتصاد. يا مرحبا وسهلا فيك. الله يحييك. مشاهدين الكرام قبل ما نبدأ حوارنا مع ضيفنا الكريم دعونا نتعرف وإياكم على نمو بورصة قطر وأسواق المال الإقطرية خاصة خلال هذه الفترة الماضية من خلال التقرير التالي، نتابع. لأنها مرآة للاقتصاد الوطني وخير ما يعكس مقدار قوته إزاء أقرانه، تمكنت بورصة قطر من التفوق منذ مطلع العام الحالي، وذلك من خلال إحراز البورصة نمواً فاق نسبته مستوى 20%. ولم تحفل البورصة بالتحديات المواكبة لضبابية المشهد الاقتصادي العالمي واستمرار مسلسل رفع أسعار الفائدة لتحجز لنفسها موطئ قدم على رأس سلم الأسواق المالية الناشئة ذات العوائد المتفوقة. ولم تعبأ بورصة قطر أيضاً بالعراقيل التي سعت دول الحصار لوضعها في طريق نموها، إذ استطاع مؤشرها تجاوز حاجز 10,000 نقطة، مستلهماً قوته من النتائج المميزة للشركات المدرجة من جهة، ومن ثقة المستثمرين في سوق المال القطري من جهة ثانية. كما حظيت البورصة بدعم ناجم عن صعود أسعار الخام العالمية، لكنها استفادت أكثر من صعود نجم القطاعات المحلية غير النفطية والتي يراهن عليها لتكون ذراعاً مستقبلياً قوياً يدفع باتجاه تحقيق التنويع الاقتصادي للبلاد. البورصة أكدت من جديد على أنها خير وعاء استثماري للأفراد والمؤسسات، فهي تمنحهم عبر شركاتها تلك العوائد المجزية التي تعجز الأسواق الأخرى عن منحهم إياها. وباعتبار البورصة والاقتصاد القطريين يمثلان وجهين لعملة واحدة، فإن تفوق الأخير كفيل بمنح الأولى ما تحتاجه من دعم وزخم خلال مسيرتها المقبلة، فالاقتصاد يمضي قدما في مشوار صعوده والبورصة تحرص دوما على اقتفاء أثره. تقف أقدام البورصة اليوم على أرضية صلبة، فقيمتها السوقية التي تجاوزت حاجز 580 مليار ريال تعكس حقيقة ما نسجه الاقتصاد الوطني من قصة نجاح لم تروى جميع فصولها، لكنها تخطرنا دوما بأن القادم أفضل. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن نمو بورصة قطر وأسواق المال الإقطرية، وإحنا نتحدث اليوم مشاهدينا الكرام عن كون بورصة قطر التي تعد ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية. نرجع مع ضيفنا الكريم أخوي راشد المنصوري. أخوي راشد، دعنا نتحدث بشكل عام عن الفترة الماضية وما هي أبرز العوامل التي ساهمت بشكل عام في وصول بورصة قطر إلى هذا المستوى في مقارنة مع البورصات على المستوى الخليجي وأيضا على المستوى العربي، وأيضا ما هي المكاسب القوية التي أخذناها ولله الحمد في هذه الفترة؟
بالتأكيد أن العامل الرئيسي الذي تعكسه البورصة حاليا هو الاقتصاد القطري. الاقتصاد القطري خصوصا هذا العام يعني شهد نمو، وتوقعات البنك الدولي النمو بيكون بحوالي 2.7%. هذا طبعا يدل على أن الاقتصاد القطري يعني من أفضل الاقتصاديات سواء على المنطقة أو حتى من أسرع الاقتصاد نموا في العالم. نعم. الشيء الثاني طبعا العمل المشترك بين بورصة قطر وهيئة قطر الأسواق المالية وشركة قطر لداعم المركز لتطوير الأدوات الاستثمارية. خلال هذا العام شهدنا يعني عرض كثير من هذه الأدوات للمستثمرين، خصوصا المارجن تريدينج أو التداول بالهامش. كذلك هناك بعض الأدوات سنطرحها مثل الصناديق الاستثمارية وطرحت خلال هذا العام. كذلك طبعا رفع نسبة تملك الأجانب في بعض الشركات إلى 49%، مما زاد وزن بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة، مما أدى بالتالي إلى تدفق رؤوس أموال الأجنبية للسوق القطري. بالإضافة إلى الحملات الترويجية التي قامت بها بورصة قطر خلال هذا العام في أكبر الأسواق العالمية في أوروبا وفي أمريكا. صحيح. دعنا نتحدث عن المكاسب التي أخذتها بورصة قطر. يعني أخوي راشد، أنت الآن تحدثت عن بعض الأدوات الاستثمارية اللي تم بداية تطبيقها مثل التداول على الهامش وغيرها من الأمور. ما هي يعني الإيجابيات من وراء هذه الأمور، وما هي الأمور الإيجابية التي تدفع المستثمرين والمساهمين للدخول وفي هذا السوق والتداول بشكل أكبر وأكثر؟ طب ما في شك أن البيئة التنظيمية وسهولة دخول رؤوس الأموال وخروجها من أهم العوامل للمستثمر الأجنبي. بالنسبة للمستثمر المحلي يهمه الإدراجات والاكتتابات الجديدة تنشط السوق، وإحنا متعودين على أن نرى أن عند إدراج أي شركة جديدة أو كتاب جديد نجد نشاط كبير في البورصة القطرية. شهدنا ذلك خصوصا في مثلا في مسعيد. لو نرجع بالذاكرة لإدراج مسعيد، كان المتوسط التداول اليومي خلال ذلك العام حوالي 860 مليون يوميا، بينما نرى حاليا المتوسط هو حوالي 300 مليون. ذلك يدل على أن مثلا أهمية الاكتتابات للمستثمر تأتي في المرحلة الثانية بعد البيئة التنظيمية. نعم، احنا الآن أخوي راشد نعايش مرحلة اكتتاب، مرحلة يعني نفس ما نقول الرفرش حق السوق وحق البورصة، من خلال أيضا الشركة اللي راح تدرج إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة. وإحنا الآن في فترة اكتتاب لشركة قامكو، شركة الألمنيوم اللي راح تدرج إن شاء الله في الفترة المقبلة، ونعايش فترة الاكتتاب التي بدأت من 30 أكتوبر إلى 12 نوفمبر. ذكرت نقطة مهمة أخوي راشد بأن كثرة الاكتتابات تنعش السوق القطري، وأيضا تعمل يعني إضافة قوية للسوق. الآن احنا نعيش إضافة هذه الشركة قامكو، رأيك في هذا الاكتتاب وأهمية الاستمرار في هذا الجانب من قبل الحكومة أيضا؟ لا أكيد مهم، الاكتتاب مهم جدا. لو شهدنا يعني بورصة قطر وسوق قطر هو ثاني أكبر سوق في المنطقة من ناحية رأس المال، لكن يعني لو ننظر إلى الاكتتابات نجدها محدودة جدا. طبعا احنا من خلال 10 سنوات كان عندنا تقريبا من افضل الاكتتابات هو فقط الاكتتاب في مسعيد، ثم بعد ذلك بعض الاكتتابات المحدودة في استثمار وفي قطر الاول. لكن المستثمر ينتظر هذه الاكتتابات، يعني خصوصا الشركات الكبرى. نعم. انا اعتقد ان بالامكان ان نزيد عدد الشركات في السوق القطري. احنا لو نظرنا الى الاسواق الاخرى نجد انها اكتتابات يعني بشكل دوري في السنه، بشكل نصف سنوي يمكن، يعني السوق يستوعب اي عدد من الشركات، خصوصا يعني الاليات يعني سهله وموجوده، ولكن بس نحتاج للتحفيز لهذه الاكتتابات سواء على من ناحيه برنامج، وجود برنامج خصخصه، او كذلك يعني تسهيل دخول الشركات العائليه. نعم. الآن بما يخص اكتتاب قامكو، توقعاتك لهذا الاكتتاب، ما هو المردود المالي اللي راح يكون موجود
السوق القطري في الفترة القريبة القادمة مع دخول إحدى الشركات الحكومية التي تعتبر من الشركات القوية الموجودة عندنا في دولة قطر. ما في شك أن أكيد المستثمرين اطلعوا على نشرة الإصدار، وطبعا جميع المعلومات متوفرة هناك، والمعلومات المذكورة في نشرة الإصدار يعني معلومات إيجابية وتأكد يعني قوة الشركة ومتانتها وربحيتها. وأنا أعتقد أن المستثمر يعني ينتظر مثل هذه الإدراجات. نعم أتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. الاكتتاب إن شاء الله مستمر أخوي راشد إلى 12 نوفمبر، وبعدها إن شاء الله راح يتم التخصيص ومن ثم الطرح في شهر ديسمبر المقبل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، دعنا نتحدث عن موضوع آخر أخوي راشد. من أبرز التحديات التي تواجه بورصة قطر نفس ما ذكرت منذ قليل تراجع قيم التداول اليومي اللي يكون موجود، كيف من الممكن أن نحفز على عودة السيولة بشكل يومي ورفع مؤشرات التداول اليومي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة أخوي راشد؟ طبعا المتوسط التداول اليوم في بورصة قطر طبعا هذا يعني عهد من فترة طويلة. نعم. لكن كيف نحفز ونزيد حجم السيولة اليومية؟ أنا أعتقد أن العامل الرئيسي هو يعني وجود إدراجات جديدة باستمرار. نعم. أنا أعتقد يعني نحتاج ما لا يقل عن 4 إلى 6 إدراجات في السنة. جميل. يعني وتستوعب البورصة لما نتكلم عن ثاني أكبر سوق في المنطقة وأول وأكبر سوق في الأسواق الناشئة في المنطقة. ولو نظرنا إلى أداء بورصة قطر خلال هذا العام هي الأفضل عالميا من ناحية أداء المؤشر بنسبة 22%، يعني تفوق على جميع المؤشرات. لذلك يعني ينقصنا فقط وجود برنامج خصخصة وبرنامج اكتتابات وتحفيز الشركات العالية للإدراج، لأن دائما السوق يحتاج إلى يعني دم جديد في السوق. صحيح. كذلك يعني ننظر إلى البيئة التنظيمية وتشجيع دخول الشركات العائلية وكذلك الشركات أو المستثمر الأجنبي. نعم. وأنا أعتقد أن الإخوان كذلك في هيئة قطر السوق المالية يقومون بدور إيجابي في هذا المجال ومتعاونين جدا مع بورصة قطر. نعم نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين معاكم في حلقتنا اللي نخصصها للحديث عن بورصة قطر وما هو المردود الإيجابي الكبير اللي تحققه بورصة قطر في من ضمن رفعة ونمو الاقتصاد الوطني في بلادنا قطر. لكن بنروح معاكم إلى فاصل قصير ونرجع نواصل حوارنا في برنامج اقتصاد، انتظرونا. يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في برنامجكم الأسبوعي اقتصاد، وأيضا مع ضيفنا اللي مشرفنا اليوم في برنامج اقتصاد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. لا شك أن بورصة قطر شكلت منذ أعوام وحتى اليوم عامل جذب لتدفق الاستثمارات الأجنبية مما انعكس إيجابيا على حركة السوق القطري. الآن مشاهدينا الكرام دعونا نطلعكم على الأداء الإيجابي للبورصة في هذا التقرير، نتابع. نجحت البورصة القطرية في جذب رأس المال الأجنبي الذي يلوذ بها نائيا بنفسه عن نظيراتها التي تعيش أزمات متلاحقة وانخفاضات جعلت من الأحمر لا يفارق شاشات عرضها. لم يأتي التدفق الاستثماري الأجنبي للبورصة القطرية من قبيل الصدفة أو غياب المقدمات، فمن إدراجها ضمن أهم مؤشرات الأسواق العالمية مروراً برفع سقوف التملك الأجنبي في الشركات وصولاً لجهود الترويج الخارجية، كل تلك العوامل وغيرها جعلت من الدوحة مقصداً للراغبين في توطين أموالهم. اليوم تجتذب البورصة مئات المؤسسات المالية الأجنبية التي تجوب العالم، فنحو 1500 صندوق استثماري انتقل من الولايات المتحدة لوحدها عابراً الأطلسي ليدخر أمواله في الدوحة، وهذا مثال حسن
يمكن تعميمه على سائر انتماءات المستثمرين الأجانب المنجذبين للسوق القطرية. توافد رأس المال الأجنبي إلى الدوحة يتصل بشكل وثيق بأداء الشركات المدرجة في البورصة، فقد حققت جميعها أرباحاً صافية قدرها 21 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، وهي قيمة مرشحة للتضاعف مع إسدال الستار على السنة المالية 2018. لم تؤدي الاضطرابات التي تعيشها الأسواق العالمية الناشئة إلى الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو البورصة القطرية، لعلمها بأنها تنهل من معين قوة اقتصاد البلاد الآخذ في مسيرة نموه المتصاعدة. فمثل من يشتري سهماً في شركة قطرية كمن يكون شريكاً في مسيرة اقتصاد ناجح ومزدهر. تابعنا مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي تحدث عن حركة السوق خلال الفترة الماضية والتغييرات الإيجابية التي تواجدت في بورصة قطر خلال الفترة الماضية. أخوي راشد، دعنا نتحدث عن طرح الصناديق الاستثمارية في بورصة قطر. ما هي المساهمات التي من الممكن أن تساهمها هذه الصناديق الاستثمارية خاصة لتدفق الاستثمار الأجنبي لتطوير ونمو التداول عندنا في بورصة قطر؟ الصناديق الاستثمارية احنا هذا العام أدرجنا صندوقين، صندوق الريان وصندوق الدوحة. طبعا صندوق الريان يتبع مؤشر الشركات المطابقة للشريعة الإسلامية، وصندوق الدوحة هو طبعا باقي المؤشر. ما في شك أن الصناديق الاستثمارية تعطي بدائل وخيارات للمستثمرين، نعم، سواء يعني أصحاب الخبرة أو المستثمرين الأفراد العاديين، لأن هذه المؤشرات تجمع مجموعة من الشركات حسب معايير معينة في أحجام الشركات، في سيولة هذه الشركات. والصناديق الاستثمارية حاليا طبعا لها نمو كبير على مستوى العالم ومركز اهتمام الصناديق الاستثمارية العالمية. نعم. وجدنا الآن خصوصا صندوق الريان هو من أكبر الصناديق الإسلامية على مستوى العالم عندنا. نعم. وهناك إقبال على هذه الصناديق سواء من السوق المحلي أو حتى من المؤسسات المالية العالمية. نعم. في الفترة الأخيرة أيضا أخوي راشد تم إدراج بورصة قطر وضمن مؤشري MSCI وأيضا مؤشر فوتسي العالميين. هؤلاء المؤشرين للأسواق الناشئة، ما هو مقدار الفائدة من إدراج بورصة قطر ضمن هذين المؤشرين، وما هو الشيء المتوقع من بعد تواجد بورصة قطر في هذين المؤشرين؟ المؤشرات هذه طبعا لها يعني فائدتين بالسوق القطري. أول شيء أن إدراج بورصة قطر في هذه المؤشرات العالمية دليل على أن مستوى بورصة قطر مستوى عالمي وتحقق جميع المعايير التي يبحث عنها المستثمر العالمي. نعم. ثاني شيء، إدراج بورصة قطر في هذه المؤشرات سوف يجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، لأن هناك صناديق استثمارية ومستثمرين عالميين يتتبعون هذه المؤشرات. نعم، ممتاز. دعنا نتحدث عن موضوع آخر أخوي راشد. في الفترة الماضية شاهدنا بعض الشركات العائلية أصبحت شركات مساهمة في بورصة قطر مثل شركة استثمار، وكان لها تواجد وأيضا كان لها اكتتاب خلال الفترة الماضية. ما هي الجهود الموجودة عندكم لتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة تدخل وتشارك أيضا في نهضة وتطور الاقتصاد القطري من خلال إدراجها في بورصة قطر خلال الفترة القادمة؟ هناك مجموعة من الشركات العائلية المدرجة في بورصة قطر مثل أزدان، أعمال، المناعي وغيرهم. ما في شك أن هذه الشركات خصوصا الشركات العائلية الكبرى الآن لها تقريبا 40-50 عام في السوق القطرية، مهم أنها تتجه ونساعدها، وطبعا نحاول نوضح لها أهمية التحول إلى شركات عامة مساهمة،
أهميتها في الاقتصاد الوطني وأهميتها في استمرارية هذه الشركات. للآن مع بورصة قطر، مع هيئة قطر الأسواق المالية، تبحث عن آليات وحوافز لتشجيع هذه الشركات العائلية للتوجه إلى طبعا التحول إلى شركات عامة مساهمة. وهناك مجموعة من الشركات حاليا يعني متقدمة في هذا الاتجاه، وبدأت بتقديم ملفاتها لبورصة قطر. جميل. وكذلك طبعا بدأ النقاش معها، وإن شاء الله إن شاء الله ترى النور يعني بإذن الله. هذا بما يخص الشركات العائلية. أيضا بالتأكيد هناك مساعي من قبلكم في بورصة قطر أيضا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدخول في السوق المالي. أخوي راشد، إلى أين وصلتم في هذا الجانب، وما هي توقعاتكم لإدراج أيضا هؤلاء الشركات أيضا في بورصة قطر؟ هذا السؤال مهم جدا. طبعا أولا لازم نبحث عن ماذا تبحث الشركات الصغيرة والمبتدئة والمتوسطة. هذه الشركات تبحث عن التمويل، رؤوس الأموال. رؤوس الأموال، التمويل ورؤوس الأموال. لذلك طبعا بورصة قطر أوجدت المناخ والمنصة لي يعني استقطاب هذه الشركات وتوفير لها المجال لطبعا الحصول على رؤوس الأموال. لكن ما لم نجد هناك يعني الرغبة لعدة أسباب. أول حاجة طبعا السوق القطري يختلف عن الأسواق الأسيوية والأجنبية. الشركات الصغيرة مثلا شركات عائلية أكثرها يعني عندها سيولة، الحصول على التمويل من البنوك القطرية سهل، مش مثل البنوك الأسيوية أو الشروط بعثها للبنوك الأوروبية. والعامل الرئيسي والمهم حاليا، واحنا طبعا نتوجه بالشكر لبنك قطر للتنمية، بنك قطر للتنمية حاليا يوفر يعني دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ويقوم بدور كبير مشكور عليه. لذلك هناك الخيارات متاحة الآن لأصحاب هذه الشركات يعني، والتوجه أما إلى بنك قطر للتنمية أو البنوك أو بورصة قطر. بورصة قطر طبعا تقوم بالترويج والتسويق لهذه الشركات، وهناك مجموعة من الشركات حاليا يعني نبحث معها، ونرحب بأي شركة تبحث عن الإدراج بورصة قطر لأن الإجراءات مبسطة جدا وتسهل عليهم الحصول على رؤوس الأموال. نعم. بعد يعني بعد البدء في اكتتاب شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكم في البورصة، بعد أيام ستنتهي أيضا عملية الاكتتاب فيها، هل نتوقع عمليات إدراجات خلال الفترة الماضية؟ لربما هذا السؤال المتداول خلال الفترة الماضية في المجتمع القطري، هل هناك اكتتابات ستكون موجودة خلال الفترة القادمة لخدمة أيضا المواطن الموجود في دولة قطر، وأيضا انعاش السوق القطري خلال الفترة القادمة؟ هناك مجموعة من الشركات أعتقد أعلنت عن نفسها أنها يعني سوف تتوجه للطرح العام، مثل شركة بلدنا، كذلك شركة الريان، كذلك هناك أحد الشركات العائلية وهي قطر فارما، كلهم أعلنوا يعني بتوجههم إلى الاكتتاب العام والطرح في السوق. هذه الشركات ما زلنا في نقاشات معها، وإن شاء الله نتمنى أن نصل معهم إلى يعني نقول مرحلة الاكتتاب والإدراج في بورصة قطر. هناك بعض الشركات الأخرى اللي طبعا ما زالت في مراحل مبتدئة طبعا للإدراج، ولكن كان يهمنا وجود برنامج خصخصة للشركات، لأن المستثمر خصوصا القطري يعني مهتم في برامج الخصخصة والشركات العامة المتحولة من خصوص الشركات الحكومية. أيضا كان الحديث يدور خلال الفترة الماضية عن إدراج العديد من الشركات الكبرى عندنا في قطر، مثل الخطوط الجوية القطرية وشركة حصاد وبنك بر، وتوقعاتكم لهذه الشركات أخوي راشد، وما هي إمكانية دخولهم في السوق القطرية في الفترة المقبلة؟ طبعا أنا أتذكر من عدة سنوات القطرية تحدثت في هذا الموضوع، ولكن ما أدري مدى جاهزيتهم أو استعدادهم في الوقت الحالي. ولكن مثل القطرية والشركات الكبرى ما في شك أنها دعم للبورصة القطرية، وهناك شركات أخرى يعني موجودة يعني شركات حكومية
مهم تحولها إلى طبعا شركات عامة مساهمة. ولكن أنا متأكد أن هناك نظرة أخرى أن هذه الشركات يجب أن يعني تلبي معايير معينة للإدراج، وإن شاء الله نحن حاليا يعني نعكف على تقديم مبادرات لأصحاب الرأي لتحفيز برنامج للخصخصة. جميل جميل، احنا متواصلين معك اخوي راشد، والمشاهدين الكرام دعونا نتابع معاكم هذا التقرير اللي يعطينا لمحة عن بورصة قطر بالأرقام، نتابع. تابعنا مشاهدين الكرام هذا التقرير اللي يتحدث عن أداء بورصة قطر بالأرقام خلال الفترة الماضية. أخوي راشد، قبل نختم معك وصلنا يمكن لربما للفقرة الأخيرة، دعنا نتحدث عن جانب آخر في بورصة قطر. هل نتحدث الآن وهل تحتاج بورصة قطر للمزيد من الأدوات الاستثمارية لتكون أكبر جاذبة، أكبر جاذبية للمستثمرين سواء في قطر أو مستثمرين أيضا من الخارج، أيضا حتى من قبيل العقود الآجلة والمشتقات والتداول على المؤشرات وغيرها من الأمور والأدوات التي من الممكن أن تحفز المستثمر على الدخول في بورصة قطر؟ أكيد طبعا عملية التطوير مستمرة، لذلك احنا نرى حاليا أن أداء بورصة قطر من أفضل البورصات على مستوى العالم بفضل التعاون المشترك مثل ما قلت لك بين بورصة قطر وهيئة الأسواق المالية في تطوير الأدوات الاستثمارية. طبعا احنا قطعنا شوط كبير مع الأخوان في الهيئة في تطوير هذه الأدوات، وكذلك هناك أدوات مستمرين إن شاء الله في تطويرها وإدخالها في السوق القطري، وخصوصا سوق المشتقات، البيع على المكشوف المقطع، هناك طبعا الحسابات المجمعة، هناك مجموعة يحتاجها المستثمر وتحتاجها المؤسسات المالية. شنو هي القيمة المضافة أخوي راشد؟ يعني دعنا نتحدث عن القيمة المضافة لهذه الأدوات، ما هي الأمور اللي تحفزهم على دخول السوق عندنا؟ أنا أعطيك على سبيل المثال، أنا أعطيك على سبيل المثال الحسابات المجمعة. المجمعة هاي يسمونها طبعا بالانجليزي يسمونها الاومني بس اكاونت، وبالعربي الحسابات المجمعة. هذه المؤسسات المالية بدل ما تدخل طلب واحد تجمع طلبات معينة، فالمؤسسات المالية إذا كان عنده مستثمر يبي يدخل مليون أو كذا يجد صعوبة في دخوله، أو فهو يجمع مجموعة طلبات كثيرة ويحطها في طلب واحد، لذلك هذه حتى بالنسبة لي أنا كبورصة هي يزيد السيولة عندي. طبعا كذلك البيع على المكشوف المغطى هذه مهمة للمؤسسات المالية، وهناك بعد سوق المشتقات، هذه كلها يعني أدوات مهمة للسوق ناشئة مدرجة في المؤشرات العالمية مثل بورصة قطر. هل هناك توجه لتطبيق هذه الأدوات لديكم في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة؟ أكيد هناك تعاون كبير بين بورصة قطر وهيئة قطر السواق المالية، وبالعكس حتى احنا وجدنا في الفترة الأخيرة يعني هناك يعني سرعة في هذه الأشياء، وإن شاء الله سنعلن قريبا خلال هذا العام عن بعض المنتجات. مردودها أخوي راشد من المتوقع أن يكون كبير ولا متوسط ولا ضعيف بالنسبة للمستثمرين؟
أنا يعني في رأيي أن هذه الأدوات ضرورية للمستثمر. بالنسبة لي أنا بورصة قطر هي من أدوات السيولة. نعم. فهي مردودها إيجابي للمستثمر وكذلك للسوق القطري. جميل. أيضا أخوي راشد أنتم تدعمون زيادة مستوى الشفافية والإفصاح وأيضا والتواصل بين الشركات وأيضا جمهور هذه الشركات والمساهمين فيها. كيف ترى التقدم خلال هذا الموضوع من ناحية الشفافية وأيضا الإفصاح بين الشركات المساهمة وأيضا المساهمين في بورصة قطر؟ طبعا احنا بكرة عندنا مؤتمر للشركات المدرجة، يعني إن شاء الله تشرفونا وتشوفون الدور اللي تقوم به البورصة في تشجيع الإفصاح. ما في شك أن الإفصاح هو مهم بالنسبة للمستثمر، يعني يعرف هو وين حاط استثماراته وفلوسه. فلذلك سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي عمليات الإفصاح مهمة جدا. كذلك الآن بورصة قطر إن شاء الله تنتهي مشروع جديد اللي هو اسمه XBRL، هو يعني طبعا أدوات للإفصاح الإلكتروني تسهل على الشركات الإفصاح، وكذلك يكون من خلال معايير موحدة لجميع الشركات. ما هي أهمية هذا الموضوع للمساهمين أخوي راشد؟ 100% طبعا أي مستثمر يبغي يعرف يعني هو وين حاط فلوسه، يعني أنا أبغى أعرف الشركة شنو أدائها، شنو مشاريعها، شنو نتائجها. فالإفصاح مهم. أي شركة ما تفصح، أي شركة ما تكون يعني أوبن للمستثمر، يعني المستثمر سيبتعد عنها. أحد المستثمرين قال أنا إذا ما أنا أقدر أدخل إلى يعني طبعا المؤسسة المالية الكبرى قبل يقول أنا أدخل الصندوق اللي عندي في أي شركة، أنا أزور الشركة 10 مرات عشان أتأكد أن حقوق يعني المستثمرين في أمان. نعم أخوي راشد، دعنا نتحدث عن مفهوم وثقافة المضاربة عندنا في قطر. هل ترى أن هناك هذه الثقافة الموجودة موجودة ومؤثرة للاستثمار طويل الأجل، أم يعني بدأت تتأثر هذه الثقافة مع قلة السيولة اليومية التي تكون موجودة في بورصة قطر؟ بورصة قطر من يعني خلال السنوات الماضية كان عندنا برنامج مع جامعة حمد بالخليفة، كان البرنامج عبارة عن يعني تثقيف المستثمر أن يكون مستثمر نقول يعني مثقف، ما يكون مضارب بدون ما يكون عارف هو داخل ولا طالع في السوق من وين. هذا البرنامج طبعا احنا نزيد وعي المستثمر. طبعا ما في شك أن هناك المضاربين يستفيدون في جميع المجالات، لكن احنا دائما نقول للمستثمر قبل تدخل السوق يجب أن تكون عندك ثقافة مالية في السوق. لذلك كانت بورصة قطر عندها برنامج وما زال البرنامج موجود حتى مع المدارس مع المؤسسات المالية باستمرار طوال العام. أهمية التثقيف في هذا الجانب، لأنه يعني أخوي راشد لربما البعض يدخل السوق وما عنده ذيك الخلفية الكبيرة أو الثقافة الكبيرة بما يخص المضاربة وبما يخص سوق الأسهم، ولربما يتأثر مرة ومرتين وثلاث ويصر على الدخول في هذا الجانب. مهم التثقيف في هذا الجانب. 100% الثقافة مهمة جدا جدا في السوق، وأن يدخل بعلم ويعرف كيف يستطيع أن يقرأ بيانات الشركة. طبعا كثير من المستثمرين تأثر لأنه دخل بس بالسؤال، ممكن يسأل فلان شو اشتري اليوم، يقول الله اشتري ويتأثر. طبعا فلان يمكن عنده خبرة، لذلك طبعا حتى وبعدين يأثر على سمعة البورصة. الشخص هذا يقول والله أنا دخلت البورصة خسرت مش عارف إيش، لكن المستثمر المثقف أكيد هو بيكون إن شاء الله في أمان. صحيح. قبل ختام كلمة أخيرة، تحدثنا عن مستقبل بورصة قطر أخوي راشد خلال الفترة المقبلة بإذن الله. طبعا ولله الحمد بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى ودعمه للاقتصاد، طبعا احنا دمعا نرى أن توجيهاته تسير بخطى ثابتة في دعم الاقتصاد الوطني ودعم البورصة. وما كان هذا الأداء الحسن لبورصة قطر لولا طبعا الاقتصاد القطري. لذلك احنا طبعا إن شاء الله كل ما نحتاجه هو طبعا إدراجات وسوق أولي نشط، وإن شاء الله نعدكم بالمزيد من التطور. بإذن الله. نشكرك سيد راشد بن علي المنصوري رئيس تنفيذي
لبورصة قطر على تواجدك معنا في برنامج اقتصاد عبر شاشة قناة الريان. الله حيكم. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج اقتصاد. نتمنى أن نكون قدمنا لكم معلومات مفيدة، وحديثنا اليوم كان بالتحديد عن بورصة قطر وما هي الأمور الإيجابية اللي حققتها بورصة قطر خلال الفترة القادمة، وأيضا التوقعات المستقبلية لأداء بورصة قطر، وبالتأكيد ستستمر في التقدم في سبيل تطور ونهضة ونمو اقتصادنا الوطني في بلادنا قطر. وصلنا للختام، شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم على خير الاثنين الجاي، مع السلامة.